بتأطير التعاونيات في إطار يعني تربية الحلزون لدعم القطاع والنهوض به. أول زيارة لي للمغرب أبهرت الحقيقة بالبنية التحتية يعني اللي موجودة، بالرغم يعني الرحلة كانت طويلة من كازا إلى الأغادير، لكن كانت يعني جيدة والحمد لله. والآخر المعرض تبارك الله، الاستقبال، التظاهرة يعني اللي قمت بها تبارك الله، ما أنت تظهر وأنه المغرب متجذر في أصالته وما متشبث يعني بتراثه يعني التقليدي. نهنيكم تبارك الله، الشباب يعني يبهر كلكم تبارك الله، معناتها راه في وجوه كلها يعني شبابيه، من العارضين، من تبارك الله الصحافه اللي استقبلونا يعني الوفد اللي استقبلنا، كل الشكر معناتها جزيل الشكر نتوجه لكم. جينا في نطاق تبادل الخبرات بين تونس والمغرب، عجبتني المغرب على الاخر، انا اول مره نجي للمغرب فريمون تفاجات برشا، الساعه هي كونتينيتي لتونس انا ظهرت لي، عجبتني على الاخر، وان بلوس المعرض عجبني زاده تري ريش. واليوم جينا مستدعين المركز المغاربي باش نقوموا بتبادل الخبرات في مجال مش كان تربية الحلزون، مي زادة في 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 تأطير التعاونيات، ونتبادلوا الخبرات في القوانين اللي عندنا احنا في تونس واللي عندكم انتوما في المغرب، وطريقة التعامل مع التعاونيات للنهوض بها. دونك هذايا الهدف من الزيارة نتاعنا للمعرض هذا. هل تم اختيار دولة تونس كضيف شرف بحكم تميز ديالها يعني واحد مشات بواحد الوتيرة كبيرة في السنوات الأخيرة، هما خلاص نقدر نقولوا من الدول اللي مش بزاف باش بدات في المجال ديال الحلزون ولا تربية الحلزون وتثمين الحلزون، يعني ظل في ظرف أقل من 5 سنوات استطاعت أنها يعني دير البلاصتها من بين أكبر 10 دول مصدرة ديال الحلزون. دونك هاد الاهتمام ديالهم بالحلزون والتطور اللي كتعرفوا دولة تونس هو اللي خلينا نختار تونس كضيف شرف، بحكم أنه عندهم ما يبارطاجيو مع سواء مع الخبراء ديالنا المغاربة ولا الخبراء الأجانب اللي غادي يكونوا معنا حتى هما يعني عن بعد.